تعالى نشوف في المقطع ده علاقة الايروبيك تيشوز في الكاردياك ماسل، العلاقة ما بينها وما بين البرين، والعلاقة ما بينها وما بين الاسكيميك تيشوز. في الحتة دي هنطلع بسؤالين. السؤال رقم واحد، يعني ايه اللي بنسميها راندل سايكل؟ ودي كنا خدنا نبذة مختصرة كده عنها في المقطع اللي فات. والحاجة التانية، الميكانيزمز اوف دامج للاسكيميك تيشوز في ضوء البيوكيميكال رياكشنز وفي ضوء الانرجي سورسز. فبنقول الكاردياك ماسل اللي هي بين قوسين ايروبيك بتحب ايه؟ احنا قلنا بتحب الفاتي اسيدز في كل السيركمستانسز، يعني لو في فاتي اسيدز معدي، فري فاتي اسيدز معدي، وجلوكوز، هتختار مين؟ هتختار الفري فاتي اسيدز، تمام؟ كيتون بوديز ولا فاتي اسيدز؟ هتختار الفاتي اسيدز. يبقى بتفضل الفاتي اسيدز في كل السيركمستانسز. لما بتستخدم الفاتي اسيدز ايه اللي بيحصل؟ بيدخل فيه عمليه البيتا اوكسيديشن زي ما شرحنا المره اللي فاتت، وبيطلع لنا ثلاث حاجات. ايه هم النواتج اللي بتطلع؟ اول ناتج اللي هو الاي تي بي، كويس، من البيتا اوكسيديشن. الاي تي بي ده جاي منين؟ جاي من الناد اتش والفاد اتش 2 اللي كان بيطلع في كل ستيب عند كل بوند احنا عايزين نكسرها على طول الفاتي اسيد ده. طيب ايه كمان اللي بيطلع؟ اللي بيطلع الاسيتايل كو ايه، كويس. الاسيتايل كو ايه هو كمان ممكن يدخل فيه كريبس سايكل ويطلع لنا اي تي بيز. ولكن خلي بالك بقى، خلي بالك من ايه؟ ان الاي تي بي لما طلع كنا احنا بنقول الاي تي بي ده يعتبر انرجي سنسور، وكنا بنقول الاي ام بي اللي هو دلاله على ان في لو انرجي ستيتس في الخليه ده بيخلي الجلوكوز الجلوت 4 يحصل له اب ريجوليشن. يبقى على العكس، لما يكون في اي تي بيز كتير في الخليه ده هيعمل ايه؟ ده هيقلل الجلوت 4 ريسبتورز اللي موجوده في الكاردياك مايوسايت. وبالتالي لما يقل الجلوت 4 ايه اللي هيحصل؟ هيقل الجلوكوز انتيك، مفيش جلوكوز هيدخل الخليه، كويس جدا. طيب بالنسبه للاسيتايل كو ايه، فاكر انت التفاعل اللي كان بيقول انا عندي بايروفيت، ده زمان بقى في الجلايكوليسيس، البيروفيت ده بيتحول الى اسيتايل كو اي. طب لما يتحول الى اسيتايل كو اي كان ايه الانزيم اللي بيحفز التفاعل ده؟ كان حاجه اسمها بيروفيت دي هيدروجينيز، وكان في سي بي ال اسمه البيروفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي، كويس. البيروفيت دي هيدروجينيز الانزيم ده لما يبقى فيه اسيتايل كو اي كتير، نرجع بقى للقاعده الاساسيه بتاعت البايوكيمستري. ايه الحاجات اللي ممكن تنظم نشاط الانزيم؟ لا اما الانرجي زي ما قلنا كده، الاي تي بي والناد اتش دي يعتبروا هاي انرجي ستيتس ماركرز، علامات للهاي انرجي في الخليه. فلو احنا عندنا الحاجات دي بكميات كبيره هتعمل انهبيشن لاي تفاعل هيؤدي الى انرجي في الاخر. عندنا الهرمونات الانسولين، حاجات انابوليك قصاده الجلوكاجون والابينفرينز لما يكون محتاجين طاقه. وعندنا السبستريت والبرودكت، يعني لما اجي اقول لك تفاعل زي ده وانت ما تعرفش اي حاجه في البايوكيمستري،
ايه اللي بيحفز تفاعل زي ده من غير ما انت تعرف اي حاجه؟ قول لي بايروفيت، صح؟ لان السبستريت موجود، طول ما يكون السبستريت، كل ما يكون السبستريت موجود كل ما التفاعل ده هيشتغل في اتجاه الاسيتايل كو اي. كل ما يكون في اسيتايل كو اي كل ما التفاعل ده هيتعطل، لان انا عندي اسيتايل كو اي كتير. فالبيروفيت ده هيدروجينيز مش هيبقى محبذ فكره اللي هو يطلع لنا اسيتايل كو اي. فالاسيتايل كو اي بيعمل انهبيشن للبيروفيت دي هيدروجينيز. يبقى احنا كده قلنا فاتي اسيدز بيتا اوكسيديشن في الاخر اسيتايل كو اي ويطلع لنا اي تي بيز. الاي تي بيز تقلل الجلوت 4، الجلوكوز انتيك يقل، الاسيتايل كو اي موجود فيعمل انهبيشن للبيروفيت ده هيدروجينيز ويعمل انهبيشن للجلايكوليسيس. نكتبها كمان للجلايكوليسيس، انهبيشن اوف جلايكوليس. كل الحاجات دي تؤدي الى ان الجلوكوز اللي هو عايز يدخل الكاردك مايوسايت، الكاردك مايوسايت بالطريقه كده بتطرقه، ماشي، بتقول له انا بحب الفاتي اسيدز. طيب الجلوكوز اللي هو فري في البلد ده هيروح فين؟ يروح بقى للبرين. هيساعد الموضوع ده ان البرين، البلد برين بارير اللي هو الحاجز كده اللي موجوده على الانترفيس، الحته الوسط ما بين البلد وما بين البرين تيشوز، بيسموها كده، في جزء كده في الهيستولوجيا تاخدوه اسمه البلد برين بارير. البلد برين بارير ده ما بيعديش فري فاتي اسيدز. يعني اذا كان الهارت بيحب الفاتي اسيدز فالبرين اصلا عنده كده عدم قبول للفري فاتي اسيدز دي. ده البلد برين بارير ما بيعديش الفري فاتي اسيدز اساسا. فدي نقطة. ايه النقطة التانية؟ النقطة التانية ان الكاردياك ماسل فيها ريسبتورز الجلوت 4، والجلوت 4 زي ما احنا عارفين خاضع للانسولين، لنشاط الانسولين. لكن على العكس في البرين الجلوت 1، الجلوت 1 ده مش خاضع لنشاط الانسولين. طب ده معناه ايه؟ معناه ان هو نوت ريجوليتد. يعني اي جلوكوز معدي، طالما في جلوكوز وطالما في جلوت 1، الجلوكوز على طول هيدخل جوه، البرين. حلو، مش محتاج هرمون يجي يقول له تعالى ادخل او ينظم له القصه بتاعت الريسبتورز دي. وبالتالي فكل الحاجات دي تخلي ان الكاردياك ماسل تو فيفر الفاتي اسيدز في الميتابوليزم والايروبيك انرجي برودكشن بتاعها، الايروبيك انرجي برودكشن بتاعها، وتوفر الجلوكوز للبرين. الجلوكوز اللي طلع ده زي ما احنا قلنا في النورمال كونديشنز او لما يكون في استرفيشن هيفضل البرين، وهيبقى العمليه بتاعت الايه، يعني التبادل منفعه زي ما بيقولوا ما بين البرين وما بين الهارت. في ميكانيزم زي ده بيحصل بالظبط، ولكن مش ما بين الهارت والبرين، ما بين الهارت اللي هو الايروبيك تيشو، الكاردياك مايوسايتس السليمه، والكاردياك مايوسايتس اللي هي الاسكيميك. لان الاسكيميا دي معناها ان في نقص في الاكسجين، وده معناه ان قصه الفاتي اسيد بيتا اوكسيديشن مش هتبقى موجوده. فاتي اسيد اوكسيديشن مش موجوده في الاسكيميك تيشو. ايه هي الحاجه اللي ممكن نطلع منها طاقة حتى لو كانت قليلة في عدم وجود البلاد سبلاي؟ هتقول لي أي حاجة كانت بتبدأ بأنيروبيك. هل في حاجة تخص الفاتي أسيد ممكن نعملها أنيروبيك؟ مفيش. في حاجة تخص الكيتون بوديز ممكن نعملها أنيروبيك؟ لا، ده لازم محتاج ميتوكوندريا ومحتاج أكسجين والكلام ده. يبقى مين هو بقى الجلوكوز؟ في
anaerobic glycolysis. الانيروبيك جلايكوليسيس اللي كان بيحصل للجلوكوز كان بيطلع ايه؟ كان بيطلع في الاخر بايروفيت بلس 2 اي تي بي. الاي تي بي اللي هو 2 ده على عكس في الاكسيديشن كان بيطلع لنا بقى الاسيتال كو يطلع لك 12 لوحده في الكريب سايكل، الناد اتش 3، الفاد اتش 2 2، تجمع بقى تلاقي عندك ايه اي تي بي كتير. لكن هنا انت عندك اي تي بي 2 اي تي بيز بس. الاثنين اي تي بيز اللي هم طلعوا في الانيروبيك جلايكوليسيس استحاله هينظموا لك الصوديوم بوتاسيوم بامب، اي تي بيز بامب، يبقى دي هتبقى نوت ريجوليتد، وده هيخلي الحاجه اللي هي انترا سيلولار نورمالي هتبقى اكسترا سيلولار، والحاجه اللي هي اكسترا سيلولار نورمالي هتبقى انتراسيلولر. مين هو كان الانتراسيلولر ايون؟ البوتاسيوم، واللي كان بره الصوديوم وكان بيحصل انفلاكس للصوديوم، كويس. وبالتالي الصوديوم بعد ما دخل بقى جوه انتراسيلولر مش هيعرف يطلع تاني، فهيزيد الكونسنتريشن بتاعه جوه السيل ويسحب ميه. لما يسحب ميه جوه الكاردياك مايوسايت ايه اللي هيحصل؟ السيل هتنتفخ وبعد كده تربشر. فيبقى دي اول ميكانيزم في ضوء البايوكيمستري ممكن يعمل نيكروزس، ممكن يعمل مايوكارديال انفاركشن، يعني احتشاء في عضله القلب وموت عضله القلب بالميكانيزم ده. طب ايه الميكانيزم التاني؟ الميكانيزم التاني اللي انا عندي البيروفيت. البيروفيت ده هيطلع لي لاكتيت. اللاكتيت يعتبر اسيد، انت عارف انت التفاعل ده اللي هو اللاكتيت ده هيدروجينيز، ده بيبقى تفاعل ريفرسيبل، لما يكون في بايروفيت كتير طالع من الانيروبيك جلايكوليسيس بيروح يعمل لاكتيت. طيب اللاكتيت ده حمض، الحمض هيعمل ايه؟ هيقلل البي اتش، دي ممكن تزودها عندك في المذكره، بيقلل البي اتش. البي اتش لما بيقل ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاوبتيمال بي اتش عشان نشاط الانزيم مش هيبقى موجود، وبالتالي الانزيمز اللي جوه الكاردياك مايوسايتس مش هتشتغل كويس. طيب ده اول ميكانيزم. الميكانيزم الثاني ان اللاكتيت ده يعتبر في اخر الباثوي بتاع الانيروبيك جلايكوليسيس، وبالتالي هيعمل انهبيشن لانزيم مهم جدا في اول الباثوي وهو الفوسفو فراكتو كاينيز 1. ده كان انزيم مهم جدا في بدايات الجلايكوليسيز، كان بيعمل 1.6 اللي هو فراكتوز 1.6 باي فوسفيت. لما كان بيبقى فراكتوز 6 فوسفيت كان الفوسفو فراكتو كاينيز 1 بينقل له فوسفيت اوف هاي انرجي عند البوزيشن رقم 1، فيحوله من فراكتوز 6 فوسفيت الى فراكتوز 1.6 باي فوسفيت. اللاكتيت اللي هو موجود في اخر الانيروبيك جلايكوليسيس هيعمل له انهبيشن، كويس. وبالتالي فدي يعني ميكانيزمات اخرى بالاضافه الى زياده الاوزموتيك بريشر جوه السيل. لا ده كمان عندك اللاكتيت اللي بيعمل انهبيشن وديكريز للبي اتش عشان يبوظ الانفايرمنت للانزيمز، كمان عندك انهبيشن للفوسفوفاكتو كاينيز 1 ومور اند مور انهبيشن للجلايكوليسيس. فدي كده باختصار الميكانيزمات بتاعت السكيميك تيشو اللي بيقوم بيها في ضوء الاسكيميا عشان في الاخر يحصل مايكاردال انفاركشن، والبداية خالص بتاعت المقطع كنا بنقول علاقة الهارت بالبرين في ضوء راندل سايكل.
في بقى حاجة أخيرة هناخدها، الكاردياك بايو ماركرز. بعد ما حصل بقى مايوكارديال انفاركشن اللي بنرمز له بيه ام اي، مايوكارديال انفاركشن، ازاي بقى هنشخصه؟ طب احنا ليه نشخصه؟ لان ده ما يعني حاجة قاتلة، مرض قاتل. انت عندك احتشاء في عضلة القلب، القلب بتاعك بيموت، فمفيش خلاص بلاد سبلاي، فمفيش دم رايح لأي تيشوز بما فيهم البرين، فانت خلاص بتودع. تمام، يبقى انت عايز تشخص المايوكارديال انفاركشن ده. يقول لك خلاص اعمل لي رسم قلب. دايما الناس بتسمع الكلمة دي، واحد صدره بيوجعه، ماسك صدره وحاسس كده ان فيه تقل جوه وحاجه بتعصره جوه الايه صدره. تمام، ده اللي المريض بيشتكي بيه. ساعات بيسمع في الكتف الشمال او في السنان الضروس ناحيه الشمال. ده طبعا الفسيولوجي بقى يقول لكم اكتر عن القصه دي. فيجي الاستقبال، رايح الاستقبال ماسك صدره بالمنظر ده، دكتور انا حاسس بحاجه كده بتعصرني، حاجه كده بقالها مثلا ما فيش نص ساعه والم شديد جدا، هو مش قادر يستحمله. فيروح على طول في الاستقبال قايل له اعمل لي رسم قلب. رسم القلب ده بيوضح ايه هي المشاكل او ايه هي الحتت اللي ممكن يكون عندها قط في البلاد سبلاي، وده بيبقى الجولدن ستاندرد او الجولد ستاندرد زي ما بيقولوا في اول 6 ساعات فور دايجنوزس اوف مايوكارديال انفاركشن. ولكن في بقى حاجات بايو ماركرز بتساعد في التشخيص، دي نقطه، ولها وظائف تانية زي ما هنقول. ايه اول عامل معانا؟ اول عامل هو الكاردياك تروبونين، مش بس كده، تروبونين اي، لان عندي انواع تانية، في نوع تاني مثلا اسمه سي والدي والكلام ده كله. فكاردياك تروبونين اي هو اللي بيبقى سبيسيفيك لعضلة القلب، وهو اللي بيزيد لما يكون في ديستراكشن ودامج في الكاردياك مايوسايتس. كويس، دي اول نقطة. تاني نقطة وتاني ماركر معانا السي كي ام بي. عرفنا بقى قبل كده ان في سي كي ام بي وفي سي كي بي بي وفي ام ام. ام ام ده بتاع الماسلز، والبي بي ده بتاع البرين عشان في 2 بي، والام بي ده بتاع الهارت، ده سبيسيفيكلي الهارت برضه. كويس، طيب مين هو بقى المور سبيسيفيك؟ دي اول نقطة لازم نعرفها. كويس، المور سبيسيفيك هو الكاردياك تروبونين، ده مور سبيسيفيك، لان ممكن السي كي ام بي يعلى في حالات تانية. مش بس كده، ممكن كمان السي كي توتال، يعني حاصل جمع السي كي ام بي والسي كي بي بي والسي كي ام ام، يعلو كمان في حالات الايه في حالات الكاردياك انفاركشن او مايوكارديال انفاركشن. فمين المور سبيسيفيك؟ الكاردياك تروبونين. لكن في نقطة تانية بقى، نقطة عند التايمينج. يعني عايز تقول ايه؟ يعني عايز اقول لك مين اللي يطلع بدري، يعني مين لما يحصل انا عندي مثلا مايوكارديال انفاركشن في البوينت دي، حصل مايوكارديال انفاركشن هنا، مين اللي يزيد؟ يقول لك الكاردياك تروبونين بيبدأ يزيد بعد 4 ساعات. يعني تخيل انت خلال ال4 ساعات دول في كاردياك مصل عمالة تموت، عمالة تموت، في كاردياك تروبونين اي عمال يطلع في الايه في البلاط، عمال يطلع في البلاط، عمال يطلع في البلاط بالمنظر ده لغاية ما يظهر فعلا. يعني اقدر تو ديتكت او القطه في الحتة دي، الحتة دي بعد قد ايه؟ يقول لك بعد 4 ساعات. ده بالنسبة للتروبونين. طيب البيك بتاعته توصل امتى؟ يقول لك البيك بتاعته بعد 24 ساعة. يعني يقعد يزيد 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 لغاية ما يوصل هنا كده 24 ساعة.
وبعد كده يقل. ما هو وصل للبيك بقى، طب البيك بقى يفضل يقل لغاية قد ايه؟ يقول لك يقل لغاية ما يرجع للنورمال بعد 7 ل 10 ايام. ده بالنسبة للتروبونين. خلي بالك من الايه، من السيناريو ده، عشان هنقول سيناريو يعني مقارب له تقريبا في السي كي ام بي، ولكن بيقل على طول. ازاي؟ بص، السي كي ام بي برضه نفس القصه، الكاردياك مايوسات عماله ايه؟ عماله تتدمر 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 لغايه ما جه هنا قدرنا نلقطه. بس قدرنا نلقطه مش عند 4 ساعات، امال عند ايه؟ عند 6 ساعات. ده السي كي ام بي. طب البيك بعد قد ايه؟ بص احفظها كده، سي كي سي 6 16، يعني بعد 16 ساعة بيوصل للبيك بتاعته. بس الكيرف بتاعه مش بيبقى ليتنت كده، مش بيقعد 7 ل 10 ايام، لا ده بيرجع نورمال بعد قد ايه؟ بعد 4 اسف، بعد 48 ساعة. طب ده مفيد في ايه؟ هو اول حاجة مفيد الى ان الاتنين دول بيطلعوا يعني نوعا ما في نفس التوقيت، ده 4 ده 6، يعني تقريبا بيفيدوا من الناحية التشخيصية او بالتايمينج في البداية كويس. وان كان التروبونين بيبقى مور سبيسيفيك للاسباب اللي احنا قلناها، خاصة بعضلة القلب. كويس، السي كي ام بي كون اللي هو بيرجع بعد 48 ساعة، نتخيل الآتي، نتخيل لو حصل مايوكاردال انفاركشن تاني في الحتة دي. قصدك ايه؟ قصدك يعني بعد ما حصل ان في ثرومبس قفلت بلاد سبلاي رايح لقطعة من القلب، من عضلة القلب، وأدت إلى ان التروبونين عالي والسي كي ام بي عالي. فالدكتور جه راح ايه مسلك الموضوع، اداله حاجه تدوي بالجلطه وات ايفر اللي حصل، فعالج الميوكاردال انفاركشن ده. التروبونين اللي طلع من الرسمه اللي قدامنا هيفضل موجود في السيركيوليشن، هيفضل موجود في البلد 7 ل 10 ايام. كويس، لكن السي كي ام بي هيقعد قد ايه ويرجع للنورمال بعد قد ايه؟ بعد 48 ساعه. فنفترض ان في مايوكاردال انفاركشن تاني حصل هنا، ده جديد، يعني في بلاد سبلاي بلاد فيسل حصل له كات في بعد ايه، بعد يومين مثلا. كويس، التروبونين ما زال موجود في البلاد، وبالتالي لما اجي اقيس التروبونين عشان اشخص الميوكاردال انفاركشن الجديد ده، هو اصلا لسه موجود في البلد، فمش هيبقى مفيد من الناحيه التشخيصيه. امال مين اللي هيبقى مفيد؟ لما الاقي السي كي ام بي بدا يعلى تاني. الله، مش انت المفروض كنت بتقل وترجع للنورمال بعد 48 ساعه، ايه اللي رجعك تعلى تاني؟ يبقى معنى ذلك ان في ري انفاركشن، يعني رجوع الاحتشاء مره اخرى. ودي يعني دي الفايدة الجوهرية للسي كي ام بي. كويس، ولكن في السيناريوهات الطبيعية، مين المور سبيسيفيك، مين الأحسن، مين الأفضل؟ الكاردياك تروبونين اي، ده هو الايه، دي هتبقى الإجابة بتاعتك. في حاجات تانية، في حاجة اسمها مايوجلوبين، وده بيعلى، في ناس بتقول لك بعد ساعتين، يعني في الحتة دي كده، ده المايوجلوبين. يعني لما يجي يقول لك ايه هو الايرليست بايو ماركر، تقول له المايوجلوبين، بس مش سبيسيفيك، تمام، ليست سبيسيفيك، ولكنه هو الايرليست اللي ممكن يطلع في البلد. في كمان حاجة كانت بتستخدم زمان بس ما بقاش حد يستخدمها دلوقتي، اللي هو ال LDH. ال LDH ده انزيم موجود جوه الكاردك مايوسايت، وموجود طبعا في يعني في سيلز كتيره، فعشان كده الناس ما بقاش تستخدمه لانه ما فيهوش اي سبيسيفيسيتي يعني.
ولكن ال دي اتش ده هو موجود جوه الكاردك ميوسايت، فلما يحصل دامج فزيه زي اي حاجه جوه الخليه، الخليه اتدمرت فهيطلع في البلاد، فتقدر تقيسه وتعرف ان في مايوكاردر انفاركشن حصل ولا لا. بس زي ما قلت ايه، نوت سبيسيفيك، لان ممكن يطلع نتيجه حاجات تانية كتير، من البرين لو حصل دامج فيه، الماسلز لو حصل دامج فيه، الريد بلاد سيلز لو في هيموليسيس، كل الحاجات دي تعلي ال دي اتش ومش بس الكاردياك او المايوكاردال انفاركشن. كويس، فخدنا راندل سايكل وعلاقه القلب مع البرين في تنظيم الجلوكوز والفري فاتي اسيدز، علاقه الايروبيك تيشوز مع الاسكيميك تيشوز. تمام، ايه الميكانيزمز اوف مايوكاردال انفاركشن في ضوء البايوكيمستري؟ ازاي بنشخص المايوكاردال انفاركشن في البايوكيمستري؟ عندنا الكاردياك تروبونين اي ده سبيسيفيك، السي كي ام بي مهم في الري انفاركشن، وعند المايوجلوبين ده الايرليست ولكنه الليست سبيسيفيك، اقل واحد فيهم سبيسيفيك، والال دي اتش ليه حاجه كانت بتستخدم زمان.